فوضى عارمة خلفها قرار نقابة الأطباء بوقف المعالجات الطبية للمؤمنين صحيا بدءا من مطلع أيلول المقبل بعد فشلها في تسوية خلاف مزمن مع اتحاد شركات التأمين حول زيادة الأجور الطبية المعمول بها منذ عام 2008. وبينما تجادل النقابة بأن رفع لائحة الأجور قانوني، يرى الاتحاد أن تسعيرتها المطروحة غير منطقية. النقابة استثنت من قرارها الحالات المرضية الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، لكنه شمل الحالات المرضية المزمنة. ومع تأزم الخلافات، أكدت وزارة الصناعة والتموين أنها ستدرس قرار النقابة وستبت فيما إن كان مخلا بقانون المنافسة. هذا البيان يعني أنه الأطباء في القطاع الخاص راح يتوقفوا عن استقبال المرضى على حساب التأمين من شركات التأمين، راح يصير استقبالهم كمرضى كاش، والمريض راح يعطى تقرير طبي وفاتورة طبية حتى يراجع الشركة ويحصل منها. كان الكثير من الأطباء والزملاء بيشكونا باستمرار كنقابة أنه في تغول على حقوقهم، في تأخر شديد في إعطائهم مستحقاتهم، وأحيانا تكون مستحقات يعني شيء يندى له الجبين. تخيل مثلا أنه الطبيب ممكن يأخذ شيك من شركة التأمين على إجراء طبي ليرة ونص، هذا مبلغ غير مقبول اليوم لأي حد بيشتغل في أي مهنة. فبسبب هذا التغول الكبير على الأطباء، احنا قررنا نأخذ هذه الإجراءات، خصوصا بعد شهور من مماطلة شركة التأمين في تطبيق القانون وفي تطبيق لائحة الأجور الجديدة اللي أقرتها مجلس النقابة. فنتيجة هذا التغول احنا قررنا نتوقف التعامل مع شركات التأمين ونعالج المرضى الأردنيين اللي بالقطاع الخاص بالكاش ونعطيهم فاتورة حتى هو يروح يطالب شركته اللي متأمن العقد معها. هناك يعني نوع من أنواع الانتقاص من حقوق الأطباء بالانتقاص من كشفياتهم اللي مقررة في القانون. يعني احنا بالقانون نقابة الأطباء في حد أدنى للأجور، بتروح شركات التأمين بالضغط على كثير من الأطباء واستغلال انه هي قادر يعني تتعاقد مع بعضهم على حساب الآخر، تحصل على عقد خصم من كثير من الأطباء قد يصل أحيانا إلى 50%. فتخيل مثلا أنه الطبيب العام إذا كشفيته 5 دنانير حسب لائحة الأجور 2008 وشركة التأمين تعمل معه عقد تخصم منه أكثر من 20%، يعني بصف كشف الطبيب ليرتين وثلاث دنانير، وهذا مبلغ يعني جدا زهيد وفي استغلال لحاجة الأطباء. البنك المركزي هو جهة مرجعية ومؤسسة وطنية نفتخر فيها ونعتز، وهي الجهة المرجعية بصراحة في التعامل مع شركات التأمين. نتمنى أنه يقوموا في دورهم في الضغط على شركات التأمين أنها تطبق القانون. احنا في عندنا نظام صدر بإرادة ملكية اللي هو صندوق التعاوني، والصندوق التعاوني فكرته الأساسية أنه يخلي شركات التأمين تتعاطى مع كل الأطباء وما يكون في عندها انتقائية، توافق على بعض الأطباء وتمتنع على الآخرين. فإحنا كنقابة كنا حريصين جدا على حماية المواطن الأردني من أي فوضى في لائحة الأسعار، فقررنا نضع أسعار محددة للإجراءات الطبية الحديثة اللي هي أصلا مش موجودة في لائحة الأجور. طبعا شركات التأمين يمكن ما يعجبها هذا الكلام لأنها تترك هاي الإجراءات بدون تحديد، حتى ما تغطيها بشركات التأمين وما تغطيها بأي تأمين، وحتى تبقى تستمر في علاقتها التعاقدية الظالمة مع الأطباء كفرادة. احنا حبينا نوضح هاي المسج ورسالة لكل المواطنين الأردنيين أنه في النهاية لائحة الأجور بإقرارها تسعيرة محددة لإجراءات طبية ما كانت موجودة 2008 هي لمصلحة المواطن، حتى يعرف بالضبط شو المطلوب منه وشو اللي لازم يدفعه، وحتى كمان تلزم فيها شركات التأمين، لأن لما يكون في أجور محددة المفروض شركات التأمين تغطيها، وهذا كله يزال عن كاهل المواطن الأردني. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب. أهلا بك دكتور مؤيد. إذن من رأي نقابة الأطباء أن لها الحق القانوني برفع لائحة الأجور الطبية كما تحدثت، ويعني أنتم كاتحاد شركات التأمين ذكرتم أنكم لا تقفون أمام هذا الرفع، ولكن هناك بعض المعايير وبعض الضوابط التي تريدونها، حدثني عن هذه المعايير والضوابط إذا سمحت. مساء الخير أخي الكريم، وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة. يعني التقرير الأخ اللي تحدث بالنيابة عن نقابة الأطباء تضمن كلامه أرقاما يعني بعيدة كل البعد عن الواقع. أنا بطالب نقابة الأطباء إثبات هذه الأرقام وهذه النسب التي تدعي أن الطبيب يتعاقد بها مع شركات التأمين. لكن في البداية أخي الكريم يعني دعني يعني أوضح للأخوة المشاهدين أثر قرار نقابة الأطباء وكيف أن نقابة الأطباء استخدمت المرضى. طيب دكتور سنأتي إلى هذا الموضوع، ولكن حدثني عن المعايير والضوابط التي تريدونها حول هذا الموضوع، ثم نعود إلى الأرقام وأثر هذا الموضوع على المرضى. لا أنا بس مش ما بدي أحكي بأرقام، أنا بس حكيت عن التقرير السابق. نعم. لكن أنا بدي أحكي إنه النقابة بهذا الإجراء، خلينا نحكي على الإجراء وبعدين بدي أرجع لك على لائحة الأجور وبدي أرجع لك على
وجهة نظر قطاع التأمين بلائحة الأجور. الآن النقابة في تعاقدات الآن سارية بين شركات التأمين والأطباء، وشركات التأمين متعاقدة أيضا مع شركات خاصة لتأمن موظفيها. بتيجي النقابة بنص هذه التعاقدات، بنص الفترة الزمنية لعقود التعاقدات شركات التأمين مع الشركات الأخرى ومع المرضى، بتقول توقف عن استقبال المرضى، يعني تستخدم المرضى كوسيلة وكأداة للضغط على شركات التأمين. كانت أولى بالنقابة ما تسمح اليوم لأعضائها الأطباء يتعاقدوا أصلا مع شركات التأمين، بما أنه زي ما بدعوا هم شركات التأمين تتغول عليهم. يعني أنتم المشكلة الأساسية لديكم دكتور أنه خلال فترة سريان العقد تم يعني عمل هذا الشيء اللي هو رفع الأجور والتعاقدات مع الأطباء. كان الأولى يا سيد الكريم أنه تمنع الأطباء، مدام شركات التأمين لهالدرجة، يعني إحنا مأمنين اليوم 690 ألف مؤمن عند أطباء وعند صيدليات وإلى آخره. طيب كان الأولى بما أنه لهالدرجة زي ما بدعوا شركات التأمين متغولة، زي ما بحكي كلمة متغولة دائما، وهو بالنتيجة هم الأطباء المتغولين على المجتمع كله. بالنتيجة إحنا بفترة التعاقدات وبنصف التعاقدات، بنصف الفترة الزمنية للتعاقدات، فاستغلال المرضى اليوم وحاجات المرضى للعلاج وكوسيلة للضغط على الأجهزة الحكومية والضغط على جيد. شركات التأمين لتحصيل منافع خاصة، هذا لا يجوز. دكتور مؤيد تحدثتم عن رفع بقيمة، أو تحدثت نقابة الأطباء عن رفع بقيمة 30% تقريبا، وأنتم تحدثتم عن 400%. لماذا هذا التباين في تصريحاتكم وتصريحات نقابة الأطباء؟ الكريم، أنا قدامي دراسة اليوم عن بعض الأمور التي تم رفعها ومقارنة بين 2018 تسعيرة 2008 و 2021. في بعض الأمور، رفعت حتى مش بس 400%، 840%، وفي إشي 100% خشفية الطبيب مثلا، وفي إشي 300% حسب الإجراء تم رفع أجور الأطباء. اللي أنا بحكيه أخي الكريم، اليوم الجهة الوحيدة ما زالت النقابات هي التي تعطى الحق لرفع أجورها، تحتكر وتخالف قانون المنافسة. أعطيني مثال على يعني خدمة تم رفعها بقيمة 400% من 2008 يعني إلى الآن. إبرة مفصلية إجراء يقوم به الطبيب رفعت ب 840%. كشفية الطبيب كم كان سعرها وكم أصبح؟ كان 15 دينار، رفعت كأنه 350 دينار، من 15 إلى 350. يعني هاي أنا بس 840% الإبرة المفصلية هاي يعني متأكد منها، بس مش متأكد بين الرقمين، بس النسبة متأكد منها. طب ما هي 30% التي تحدثت عنها النقابة؟ لا أعلم يعني يوجد هناك إجراءات رفعت في 30% وفي إجراءات رفعت 100% و300% و400%. في إجراءات النقابة عملتها رفعت النسب لهذه النسب المرتفعة. أثر هذا الكلام أخي الكريم ليس على شركات التأمين، أثر هذا الكلام على المواطن، أثر هذا الكلام على الفاتورة الحكومية، أثر هذا الكلام على الموظفين، أنت وغيرك من الموظفين. يعني المؤسسات اللي كانت تأمن جميع موظفينها، اليوم لما بدأت ترتفع أجور الأطباء بهذه النسبة، ستعزف الشركات عن تأمين موظفيها. لا يجوز اليوم إعطاء الحق للنقابات أن ترفع أسعارها دون التشاور مع القطاعات الأخرى. نحن لسنا ضد رفع الأجور، ولسنا ضد اليوم رفع أجور الأطباء لتكون أجور كريمة تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم، لكن لا يجوز اليوم الانفراد بالقرار ورفع لائحة الأجور دون التشاور مع القطاعات الأخرى. لسنا كمان طيب. وحدنا كشركات تأمين معنية دكتور، حتى نستغل الوقت الباقي لدينا في البداية، يعني فيما يتعلق موضوع التهرب من التعامل مع قانون الصندوق التعاوني للأطباء كما أشارت النقابة لشركات التأمين، يعني ما هو هذا القانون في البداية؟ وفي حال إذا أصرت أو أصر مجلس النقابة على الموضوع، على رفع الأجور، ما هي الإجراءات المقبلة لديكم بعجالة إذا سمحت؟ نعم يا سيد الكريم، نحن لا نتهرب من تعاقداتنا، ولن نترك المريض أبدا مهما كانت الظروف. سنعوض المريض الذي يدفع لدى الطبيب، سنعوضه على تسعيرة 2008 التي عقدنا عليها مع الشركات أو مع المؤمن له مباشرة، ولن نتهرب من تعاقداتنا، وسوف نوفي بالتزاماتنا. نعم. الآن إذا طب ما هو الصندوق التعاون للأطباء؟ ما هو هذا الصندوق؟ التعاون للأطباء ببساطة في جزئيتين أخي الكريم. نعم. هذا صندوق هو صندوق تمويل للنقابة، أوجدته النقابة لتمويل النقابة. بمعنى اليوم في شرطين أساسيين بالصندوق،
وهذا ايضا وضع بدون التشاور مع القطاع ولا مع اي قطاع اخر. نعم. وضعته النقابه ليلبي مصالحها. الان هذا الصندوق في معيارين اساسيين. اولا لا يجوز لشركه التامين ان تتعاقد تختار شبكتها الطبيه، يجب ان تتعاقد مع جميع الاطباء بالمملكه، وهذا غير ممكن اخي الكريم. نعم. طيب ان اصر مجلس على سعر النقابه، يعني مثلا جميع الاطباء مثلا الباطني النقابه تحدد اسعارهم بشكل موحد، جميع الاطباء. طيب خطواتكم القادمه سيد العزيز ان اصر، شو الصندوق النقطه الثانيه الصندوق التعاوني بعجاله اذا سمحت، ما معنا وقت دكتور، بعجاله بدها تفرض على شركات التامين باي فاتوره الطبيب بعد ما تعوم الاطباء وتعامل معهم كلهم اورد للنقابه 10% من فاتوره الطبيب. طبعا الاطباء نفسهم رفضوا هذا الكلام، بيقول لك لا تورد من فاتورتي للطبيب، عفوا للنقابه. نعم. انا بتعاقد معك انت باي حق بتخصم من فاتورتي بتورد للنقابه؟ فهذا نعم. هو الصندوق التعاوني، يعني صندوق تمويل للنقابه اخي الكريم. طيب وانا مش جابي عند النقابه تاجبي من 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 الطبيب نفسه وودي، طب انت ما تجبر طبيبك انت يورد لك، انا شو علاقتي بينك وبين الطبيب تبعك؟ طيب اخر شيء صندوق التعاون خطواتكم المقبله، استمر هذا الكلام الخطوات القادمه اذا اذا نعم. اذا استمرت النقابه في تعنتها، نحن اليوم امام مرحله جديده من التعامل مع المؤمنين بالكاش. انا اليوم بامن المرضى بقول له جيب لي فاتوره وانا بدفع لك اياها كاش، اما انا يعني بدعو الاطباء عدم التخلي عن عقودهم، وسيكون هناك اجراءات قانونيه من قبلنا للطعن بالقرار امام المحاكم الإدارية ومحكمة العدل العليا الإدارية لطعن بقرار النقابة، لأنه هذا القرار أخي الكريم اليوم يخالف التعاقدات السرية. مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين دكتور مؤيد كلوب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وننوه مشاهدينا أنكم ستتابعون هذا المحور في برنامج نبض البلد الذي يعرض في تمام الساعة 8:30 بعد نشرة الأخبار. نتابع أخبارنا، وبعد 4 أيام على إعلان نتائج الثانوية العامة 35 شخصا في قبضة الأمن بمختلف مناطق المملكة، واتهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص. ووفق النصوص القانونية تصل عقوبة التهمتين إلى الحبس لمدة عام وغرامات تتخطى 1000 دينار، فيما تزيد مدة الحبس عن عام في حال ترتب على إطلاق النار أضرار بشرية ومادية. وأسفر رصاص الطيش لدى إعلان النتائج عن إصابة طفلة في جرش، حالتها الصحية حرجة وسيدة بجبل زهور في عمان. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت توقيف 28 شخصا خلال أول 3 ساعات بعد إعلان النتائج، وضبطت بحوزتهم 17 سلاحا. قرعت مدارس المملكة أجراسها وفتحت أبوابها أمام قرابة 1,700,000 طالب وطالبة إذانا ببدء للعام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم أكدت استكمال جميع الإجراءات المتصلة باستقبال الطلبة من حيث توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس. وتوجه اليوم طلبة المدارس الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية، بينما تفتح المدارس الخاصة والفروع المهنية بالمدارس الحكومية أبوابها في 3 أيلول المقبل. نحن سعيدين بهذا اليوم برجوع طلابنا وأبنائنا إلى المدارس، وأيضا جاهدين على متابعة كل ما يحدث في مدارسنا من خلال غرفة عمليات تم إنشاؤها في مديرية قصبة إربد من رؤساء من المدراء ورؤساء الأقسام المختصة. يأتي موسم العودة للمدارس على وقع ظروف اقتصادية حرجة تعيشها معظم العائلات ككل عام، ظروف ضاغطة ترصد لها العائلة مبلغا ادخرته لأشهر استعدادا لهذا الموسم. وفي ملجأ للتخفيف من فاتورة العودة للمدارس، شهدت محل إصلاح الأحذية والحقائب إقبالا من قبل المواطنين لتجديد ما رث منها بدلا من شراء أخرى. مع بداية العام الدراسي الجديد، كيف يستعد الأهالي والطلبة للتجهيزات المدرسية؟ وكيف بدأ سلوكهم الاستهلاكي في أسواق القرطاسية في وقت تحاصرهم فيه المناسبات قبل موعد صرف الرواتب؟ كبناء قديم ومتين يطلب أحمد سعود من هذا الخياط بتدعيم حقائب أبنائه، في وقت أصبحت محل إصلاح الأحذية والحقائب ملجأ لعديد الأسر، سعيا لإعادة تدوير الحقائب المدرسية تجنبا لشراء جديدة ترهق الجيوب.
فرعاية 9 أبناء أغلبهم على مقاعد الدراسة يحتم على أحمد إدارة حصيفة لموارده المالية. في مثل عند الأجداد والآباء كان يقول من رقع ما جاع. الوضع الاقتصادي اللي في البلد، الوضع الاقتصادي سيء جدا. يعني الطفل لما يكون عندك 6-7 أطفال في المدارس، ما بين جامعيين وما بين عندي طلاب قاعدين خلصوا من الجامعة وقاعدين مش لاقين شغل، فالحال الاجتماعي والوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي بخليك تلجأ. تدعم حقيبة مدرسية قديمة لا يحتاج في أحسن الأحوال أكثر من دينارين، يقول صاحب إحدى ورش الخياطة. أغلب التصليحات بتكون يعني لتوفير على شراء شنات جديدة، لأنه قدرة الناس في الوقت الحالي ما عندهم الاكتفاء المادي أنه يشتري شنات جديدة، بيضطر أنه يلجأ لتصليح الشنات. يعني في أغلبهم بتكون تصليحة سحاب، في إشي خياطة كتفيات، في إشي بيكون تبديل سحاب كامل. هذا يعني تصليحه بيكون أفضل لأنه يشتري شنطة جديدة، لأنه الوضع الحالي اللي إحنا قاعدين منعيشه في هذا المجتمع ركود تام. وفي السياق تظهر أنماط استهلاكية جديدة تتماشى مع الحالة الاقتصادية للمستهلكين. يا ريت يعني لما تقرب المدارس يعني تكون الأسعار متناولة للجميع، إنه ما يصير غلا. يعني بتعرف بصير الواحد صعب عليه إنه يشتري هاي الأشياء، يعني بصير الواحد يقصتها دائما هيك، ودائما الواحد يدور على العروض. أنا اشتريت شنطة آخر مرة يعني تقريبا من سنتين، أكيد مو كل سنة الواحد حيشتري شنطة، لأنه رعي أهلنا كمان بنصلحها إذا خربت خرب بسيط، ولما تخرب كتير بشكل كتير كبير وما تعود صالحة إنه نستخدمها بنعود بنشتري وحدة تانية. الحركة للآن بعدها متواضعة يعني نقدر نحكي عنها، ولكن بلشنا نشهد في حركة بالأيام هاي بفضل الله، بلشنا نشهد إنه يعني قوة شرائية فيها وهيك يعني. ورغم ضعف الطلب على أدوات القرطاسية، يؤكد تجار انخفاض أسعارها بشكل ملموس مقارنة مع السنوات السابقة، آملين بزيادة الإقبال عليها كسلعة ضرورية في مقبل الأيام.